السلام عليكم ومرحبا بكم، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح يكون من ابسط واسهل الوصفات اللي ممكن تحضروها في وقت قصير، وراح تنحي لكم الحيره والتخمام تاع واش ديروا القهوه. الوصفه هي البان بيردو، نخليكم مع الطريقه والمقادير. نبداو باش نوجدو البان بيردو تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا عندي خبز التوست، عندي حبيبة تاع البيض، هنا كمية تاع البيض على حسب الكمية تاع الخبز اللي راح تخدموها، شوية تاع لافاني، قريصة تاع الملح، والعسيلة باش نعسلهم مع الاخر. راح نبداو. راح نزيد عليهم قرصة تاع الملح. هنا راح نضيف شوية تاع الحليب، كنت نسيت ما ذكرته لكمش في المقادير. نزيد لافاني، نكترو لافاني باش ما تجيناش ريحة البيض بزاف، ونخلط مليح. هنايا بعد ما خلطت مليح هذاك البيض والحليب، راح نحكم الخبز تاعي، نرمد بالوحده بهذا الشكل ونبدا نقلي. هنايا المقله فيها شويه تاع الزيت، ما نكثروش الزيت. هنا كيما شفتوا بعد ما خرجتهم وهما سخونين، راح ندير لهم رشه خفيفه تاع العسيله باش يتشربوها. وهنايا البان بيردو تاعي راهو واجد، قدمته مع شويه تاع العسيله. كاين حبيبات درت لهم شويه تاع الشوكولا للطلي، هذا شيء اختياري. كيما شفتوا ما كنتش عسلته بزاف، يعني ما يجيكمش حلو بزاف. هنايا ما تتقيدوش بالخبز اللي استعملتوه، انا تقدروا تستعملوا الخبز اليابس، تقطعوه دي رونديل وتخدموا بنفس الطريقه. هذه هي كانت بالنسبه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفات اخرى. مع السلامه.